تواصل الدولة جهودها لتوفير كوب لبن آمن للأسرة المصرية ضمن خطتها لتطوير مراكز تجميع الألبان. يأتي مركز الخير بقرية أبو الغر بمحافظة الغربية على رأس المراكز المتخصصة بتجميع الألبان بطاقة استيعابية 30 طن يوميا. من أجل كوب لبن آمن يتواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الدولة، ومن بين تلك المراكز مركز الخير بقرية أبو الغر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ذلك بطاقة استيعابية تقدر ب30 طن يوميا. احنا هنا في المعمل طبعا لازم عند استلام الألبان اللبن بيمر بمراحل معينة بنبتديها هنا من خلال المعمل ومن خلال التحاليل. طبعا بنخش الأول نحلل اللبن من المضادات الحيوية ومن التهابات الضرع ومن الفات والبروتين. المبادرة الرئاسية تهدف إلى العناية بإنتاج وتصنيع الألبان والارتقاء بجودتها لإمداد المستهلك بالألبان ومنتجاتها بشكل نظيف صالح للاستهلاك الآدمي خالية من كافة أنواع المسببات المرضية للإنسان. طبعا محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في إنتاج الألبان بصفة عامة ومراكز تجميع الألبان بصفة خاصة. احنا عندنا هنا في محافظة الغربية عندنا 80 مركز تجميع ألبان كحصر، إنما المطور منهم ما طورناه، احنا طورنا 25، ما تم تطويره ثم حصل على شهادة الجودة عدد 6. مراكز تجميع الألبان تعد من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل في المناطق المقام عليها المركز، كما يعمل المشروع على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المنتجة لدى المربين الصغار من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز تجميع الألبان.